بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير وسعادة، وأدام عليكم فضله ورضوانه. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في المحاضرة التاسعة من مقرر ديجيتال ميديا إيثكس. نبدأ اليوم إن شاء الله فصل جديد من فصول مقررنا، وهو الفصل الأخير إن شاء الله، شابتر 5. هذا الفصل بعنوان Digital Media Ethics Overview Frameworks و Resources، أو أخلاقيات الوسائط الرقمية، نظرة عامة والأطر المنظمة والمصادر. الشابتر ده هنجد إنه بيقدم وبشكل خاص للأشخاص الجدد في مجال الأخلاقيات، بيقدم نظرة عامة على الـ Theoretical Frameworks أو الأطر النظرية الأكثر استخداماً لتحليل الأخلاقيات ولل decision making أو اتخاذ القرار، واللي كنا اتكلمنا عنهم بشكل سريع خلال محاضراتنا السابقة. وهذه الأطر بتشكل يعني عبارة عن مجموعة من الطرق لتفسير يعني الاختلافات الأخلاقية، بدءا من الاختلافات بين الثقافات والقواعد والممارسات الأخلاقية وغيرها من الاختلافات، وبالتالي بتتيح لنا فرصة معرفة يعني إزاي ممكن يعني نتعامل مع هذه الاختلافات. وطبعا هذا أمر ضروري جدا لفهم الإثكس وتكوين معارفنا الشخصية عنها وفهمنا الذاتي وطريقتنا في التعاطي مع الاختلافات العامة فيها. كمان من خلال هذا الفصل هنحاول نلقي نظرة عامة على التغيرات اللي طرأت على الإيثكس بعد ظهور الديجيتال ميديا، ويعني وإزاي غيرت التكنولوجيكال ريفوليوشن أو الثورة التكنولوجية من وضع الإيثكس في المجال الإعلامي، وده بالتحديد اللي هنتكلم عنه من خلال محاضرتنا اليوم. وكنا في المحاضرة السابقة انتهينا من شابتر 4، واللي اتكلمنا من خلاله عن Friendship, Slow, Fair Technology and Democracy. وفي إطار هذا الفصل تناولنا ما يتعلق بال Friendship through Social Media أو العلاقات على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك Slow, Fair Technology أو التكنولوجيا البطيئة والعادلة. وكمان اتكلمنا عن الديمقراطية أو الديمقراطية وحرية المعلومات، وعرفنا ازاي ان حركة المعلومات على الشبكة وعلى السوشيال ميديا كان ليها انعكاس كبير جدا على مستوى الحرية والديمقراطية داخل الكثير من البلدان. وفي المحاضرة الماضية تناولنا في إطار شابتر 4 موضوع جديد وليه أهمية كبيرة وعلى درجة عالية من الخطورة والحساسية، وهو موضوع الفيك نيوز أو الأخبار المغلوطة أو المزيفة، واللي أصبحت ظاهرة ملفتة في وقتنا الحاضر. وفي هذا الصدد تناولنا موضوع بعنوان Fake News on Social Media, The Impact on Society أو الأخبار الزائفة على السوشيال ميديا وتأثيرها على المجتمع. ومن خلال هذا الموضوع تعرفنا على المقصود بالأخبار الزائفة What is Fake News؟ وانتشار الأخبار الزائفة وعلاقتها بالسوشيال ميديا أو fake news spread on social media، وكمان عرفنا مصادر هذه النوعية من الأخبار أو ما يسمى بال contributors of fake news. وكان موضوعنا الثاني عن يعني types of misinformation، وتكلمنا عن 5 types of misinformation أو 5 أشكال للمعلومات المغلوطة، واللي حددناها في ساتاير أو الهجاء والسخرية والفولس كونتكست أو السياق الخاطئ والإمبوستر كونتنت أو المحتوى المخادع والفابريكيتد كونتنت المحتوى المصطنع وأخيرا المينبليتد كونتنت أو المحتوى المتلاعب فيه. أما من خلال محاضرتنا اليوم وفي إطار الفصل الخامس والأخير زي ما أشرنا، هنتناول 3 مين توبكس. أولها هو موضوع بعنوان Digital Media Ethics and Overview أو نظرة عامة على أخلاقيات الإعلام الرقمي. وفي إطار هذا الموضوع هنتكلم عن الثورة اللي حصلت في الأخلاقيات A Revolution in Ethics، وهنتكلم كمان عن حالة التوتر اللي سببتها اختلاف الوسائط الإعلامية على مستوى الأخلاقيات Tension on two levels أو التوترات على مستويين. والموضوع الثالث في هذا السياق
هو what would an integrated ethics look like، أو كيف ستبدو الأخلاقيات المتكاملة، وهنعرف مع بعض إيه المقصود بالأخلاقيات المتكاملة. أما المين توبك الثاني معانا في محاضرتنا اليوم هو difficult questions for digital media ethics، أو أسئلة صعبة بخصوص أخلاقيات الإعلام الرقمي. وهنا هنتكلم عن من هو الصحفي في عصر الديجيتال ميديا، أو مين اللي ممكن نتعامل معاه باعتباره صحفي في هذا العصر، who is a journalist. وكمان هنعرف إيه مفهوم الصحافة في هذا العصر، what is journalism، بمعنى إننا من خلال هذا الموضوع هيكون هدفنا فهم التغيرات اللي طرأت على عالم الصحافة مع دخول الديجيتال ميديا. وأخيرا هنتكلم عن أهم الإيثيكال جايدلاينز فور أونلاين جورناليزم، أو الإرشادات الأخلاقية للصحافة الإلكترونية، اللي هي عبارة عن مجموعة من القواعد اللي من المفترض يتم الالتزام بها في إطار العمل الصحفي في البيئة الرقمية أو الديجيتال انفايرومنت. بشكل مختصر محاضرة اليوم الهدف منها إننا نفهم ونستوعب إيه التغيرات اللي طرأت على الإيثيكال فريموركس اللي بتنظم الميديا انفايرومنت أو بيئة الإعلام عموما والديجيتال ميديا بشكل خاص. ويمكن زي ما أشرنا في بداية الكورس بتاعنا إن أخلاقيات الإعلام الرقمي بتهتم بالتعامل مع المشكلات الأخلاقية والممارسات والمعايير الخاصة بالديجيتال ميديا اللي عادة بتشمل وسائل الإعلام الإخبارية الرقمية والأونلاين جورناليزم والبلوجز أو المدونات وصحافة المواطن أو السيتيزن جورناليزم والسوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي. وبتضم أخلاقيات الإعلام كمان أسئلة حول كيفية استخدام الصحافة الاحترافية للنيو ميديا، يعني في إطار البحث ونشر الموضوعات والقصص الصحفية، بالإضافة إلى كيفية استخدام النصوص أو الصور اللي بيقدمها المواطنين. وبالتالي الميديا ريفوليوشن بتعمل عملية تغيير في طبيعة الصحافة وأخلاقياتها بشكل جذري، لأن هي أتاحت وسائل النشر في إيد المواطنين، وكمان أتاحت أشكال جديدة من الصحافة التفاعلية والفورية، وفي إطارها أصبح الصحفيين المحترفين في مجال الصحافة بيتشاركوا البيئة الإعلامية نفسها مع المدونين والصحفيين المواطنين ومستخدمي السوشيال ميديا. إجمالاً دي أهم النقاط اللي هنتعرض ليها من خلال محاضرتنا اليوم إن شاء الله. وأول محطة هنتوقف عندها هي نظرة عامة على أخلاقيات الإعلام الرقمي Digital Media Ethics and Overview. A Revolution in Ethics، ثورة في عالم الأخلاقيات. التغيرات الطارئة على بيئة الإعلام الرقمي خلقت ثورة في مجال أخلاقيات الإعلام بشكل عام وفي بيئة الإعلام الرقمي بشكل خاص. ويعني بنتعامل أو يعني من خلال أخلاقيات الإعلام الرقمي بنتعامل مع مشكلات أخلاقية مختلفة متميزة، يعني فيها نوع من التمايز، اللي بنسميها distance، وبنتعامل كمان مع ممارسات ومعايير خاصة بوسائل الإعلام الرقمية. وبتشمل وسائل الإعلام الإخبارية الرقمية الأونلاين جورناليزم اللي هي صحافة الإنترنت والبلوجينج أو عمليات التدوين والمدونات والصحافة الرقمية ثلاثية الأبعاد أو اللي بنسميها ديجيتال فوتو جورناليزم، وكمان السيتيزن جورناليزم أو صحافة المواطن والسوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي. ويمكن الحديث عن ديجيتال ميديا إيثكس بيتضمن أسئلة حول كيفية استخدام الصحافة الاحترافية للوسائط الجديدة أو نيو ميديا في إطار عمليات البحث ونشر القصص، بالإضافة لكيفية استخدام النصوص والصور اللي بيقدمها المواطنين واللي بنسميها إحنا صحافة المواطن، اللي هم الفئة اللي يعني اتكلمنا عنها سابقا وأشرنا إن هي فرضت وجودها مؤخرا في مجال الإعلام وأصبحت بتنافس أكبر المؤسسات الإعلامية، وكان لوجودها تأثير كبير على مجال الميديا إيثكس أو مجال أخلاقيات الإعلام، لأن هي
أثارت الكثير من التساؤلات فيما يتعلق يعني طبيعة استخدام هؤلاء لوسائل الإعلام وطبيعة تقديمهم لمحتوى إعلامي من دون ما يكون عندهم الأساس الأخلاقي المتعلق بهذا المجال، وإزاي هم هيقدموا محتوى على قدر من الاحترام للقواعد المنظمة للعمل الإعلامي، في حين إن هم ليس لديهم يعني الحد الأدنى من المعلومات المتعلقة بالقيم الأخلاقية المنظمة لمجال الإعلام. فالحاصل في الوقت الحالي إن الميديا ريفوليوشن أو الثورة الإعلامية أدت إلى تغيير في طبيعة الصحافة وأخلاقياتها بشكل كبير جدا، وبشكل يعني لا يمكن التراجع فيه، بمعنى إن التغيرات اللي أصابت عالم الصحافة وأخلاقياتها لا يمكن إن يتم الرجوع عنها، وأصبحت حقيقة واقعية هتفضل موجودة، وحتى إذا حدث تغيير فلا يمكن إن يتم الرجوع إلى الوضع القديم لعالم الأخلاقيات المنظمة للصحافة والوضع المنضبط اللي كان قبل ظهور الديجيتال ميديا. ليه؟ لأن تمكين الجماهير من استخدام الإنترنت باعتبارها وسيلة للنشر مكتسب غير من الخريطة الإعلامية، ويعني هذا الوضع أصبح لا يمكن أن يتم تغييره بعد ما أصبحت وسائل النشر في إيد المواطنين، زي ما بنقول كده the means to publish is now in the hand of citizens، يعني وسائل النشر أصبحت الآن في إيد المواطنين، وده طبعا شجع على ظهور أشكال جديدة من الـ interactive and immediate journalism أو الصحافة التفاعلية والفورية. وطبعا نتيجة للتغيرات السريعة في المجال التكنولوجي واللي بينعكس بالتالي على بيئة وسائل الإعلام أو الميديا إيكولوجي، واللي دايما بيتم وصفها بأنها يعني chaotic landscape أو يعني أوضوية أو فيها نوع من العبثية شوية وعدم التنظيم، لأن هي بتتطور بوتيرة سريعة جداً، وفي نفس المجال ممكن نجد يعني أكثر من فئة بتتشارك في مجال إنتاج المعلومة، زي البروفيشنال جورناليست أو اللي هم الصحفيين المحترفين، بنلاقي معاهم التويترز أو اللي هم المغردين والبلوجرز أو المدونين، كمان السيتيزن جورناليست أو الصحفيين المواطنين، وكمان السوشيال ميديا يوزرز أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. وزي ما بنكرر دوما، احنا بنعيش عصر الثورة المعلوماتية، ودوما وسط كل ثورة بتظهر new possibilities أو إمكانيات جديدة، وفي المقابل بتتعرض old practices أو الممارسات القديمة للتهديد بنفس الكيفية بتكافح اقتصاديات الصحافة المهنية أو الصحافة الاحترافية في هذا العصر، خصوصا مع هجرة الجماهير إلى الإنترنت، لأن هي بتتعرض لمنافسة قوية وشرسة من هذه الوسائل، وده بيترتب عليه يعني معاناة هذا النوع الأصيل من الصحافة، واللي فجأة وجد نفسه بيواجه أنظمة مغايرة تماما لكل ما اعتاد عليه، وترتب على هذا يعني تقليص غرف التحرير، وأدى إلى ظهور القلق بشأن مستقبل الصحافة. ومع ذلك هذه المخاوف يعني أدت إلى إجراء تجارب في الصحافة في محاولة للوصول للآليات المناسبة لحل وضع العمل الصحفي اللي أصبح مهدد على المستوى الاقتصادي وكذلك على المستوى المهني. كل هذا كان سبب في بروز سؤال مركزي، وهو اللي يعني اللي بيقول لنا إلى أي مدى ممكن تكون أخلاقيات الوسائط الحالية مناسبة لوسائل الإعلام الإخبارية الحالية والمستقبلية الفورية والتفاعلية أو لصحافة الهواة والمحترفين. What extent existing media ethics is suitable for today's and tomorrow's new media that is immediate أو interactive؟ والحقيقة إن خلال القرن الماضي تم تطوير معظم المبادئ الصحفية، وبشكل عام ظهرت الحاجة لوجود المبادئ الأخلاقية في عالم الصحافة التجارية في أواخر القرن التاسع عشر، لكن هذه القواعد اللي تم وضعها
مع ظهور عالم النيو ميديا أصبحت غير كافية، وظهرت حاجة ضرورية وملحة للتطور مرة أخرى علشان تصبح مناسبة لمستجدات العصر الجديد. لأننا في الوقت الحالي يعني بنتوجه نحو الإعلام الإخباري المختلط أو ما يسمى بالميكسد نيوز ميديا، واللي بيجمع بين الإعلام الاحترافي وإعلام الهواة. وبتتطلب هذه الوسائل الإخبارية المختلطة الجديدة أخلاقيات مختلطة جديدة كذلك، وإرشادات من الممكن إن هي تنطبق على الهواة والمحترفين، سواء كانوا يعني بيكتبوا بشكل مباشر للصحف أو بيدونوا أو بيغردوا أو يعني بيتعاملوا مع وسائل السوشيال ميديا. وبالتالي يجب إعادة التفكير في أخلاقيات الإعلام وإعادة يعني اختراعها لوسائل الإعلام اليوم وليس للوسائل اللي كانت في العصور الماضية. يعني ميديا إيثكس نيد تو rethought and reinvented for the new media of today, not for yesterday. خلاصة الأمر ونخرج من كل ما سبق، إن هذه التغيرات كان ليها تأثيرات عميقة في بيئة الإعلام التقليدي والرقمي الاتنين على حد سواء. وده يخلينا ننتقل للحديث عن التوترات اللي حصلت على المستويين tensions on two levels. فالحاصل إن التغيرات الواقعة أصبحت بتتحدى أسس الأخلاقيات الإعلامية، يعني وبتخلي فيه نوع من الارتباك، يعني وبتحدث يعني حالة من القلق وحالة من عدم الوضوح وعدم القدرة على فهم كيفية التعامل، وده هو اللي بيخلق لنا حالة التحدي challenge the foundation of media ethics. والتحديات دي هي أعمق من مجرد مناقشات حوالين مبدأ أو آخر، يعني مش بتتعلق بمبدأ بعينه، إنما هي بتتعلق بكافة المبادئ وكافة الأسس الأخلاقية اللي بتنظم العملية الإعلامية. وهذه التحديات أكبر من تناول يعني مشكلة محددة، يعني زي مثلا إحنا نتساءل هل من الممكن إن إحنا نتحقق من المحتوى اللي بيقدمه السيتيزن جورناليست أو اللي هو الصحفي المواطن، أو هل من الممكن يعني إن إحنا نضع قواعد وقيود تنظم هذه المساحة، أو إيه ممكن تعني الأخلاق لمهنة زي مهنة الصحافة بتقدم أخبار وتحليلات فورية في بيئة أصبح بيشارك في إنتاجها كل أفراد المجتمع. العديد من الأسئلة والعديد من المشكلات، وهي ليست مرتبطة بمبدأ محدد أو يعني تحدي واحد، وإنما هي متعددة وليها أبعاد كثيرة وليها انعكاسات كثيرة على الكثير من الممارسات الإعلامية والكثير من المستجدات اللي طرحت على الساحة الإعلامية مؤخرا، وخلقت لنا هذا الجو من التوتر أو التنشن اللي أصبح على كافة المستويات، وبالتحديد على مستوى الصحافة التقليدية والصحافة الإلكترونية. إذن أحدثت الثورة الإعلامية توترات أخلاقية على مستويين. The media revolution has created ethical tensions on two levels. On the first level أو على المستوى الأول، هنلاقي توتر بين الصحافة التقليدية والصحافة الإلكترونية اللي هي التراديشنال جورناليزم والأونلاين جورناليزم. ويعني فيما يتعلق بالثقافة المرتبطة بالصحافة التقليدية، بالقيم المرتبطة بها زي الأكيورسي أو الدقة والتحقق قبل النشر والبالانس أو التوازن والحيادية والرقابة على البوابة أو اللي هي جيت كيبينج أو حراسة البوابة، بيقابلها ثقافة الصحافة الإلكترونية أو الصحافة اللي هي أونلاين جورناليزم، واللي هي القيم المرتبطة بها بتؤكد على السرعة والفورية وأحيانا التحيز، ويعني وجود صحفيين غير محترفين، وكمان فكرة يعني عدم الاهتمام بتصحيح المحتوى حتى إذا كان فيه خطأ أو حتى إذا ثبت
ان هو فيه نوع من الاخطاء، فهنلاقي فيه ثقافتين مختلفتين، واحدة بتلتزم بقيم وقواعد معينة، والأخرى يعني القيم اللي بتنظمها أو القيم هي يعني ما نقدرش نعتبر إن هي قيم بتنظمها، وإنما هي مجموعة ملامح عامة بتميز هذه البيئة الجديدة يعني اللي أصبحت تنسب إلى العمل الصحفي. On the second level أو على المستوى الثاني، في توترات بين الصحافة المحدودة والصحافة العالمية اللي هي البروكلر جورناليزم والجلوبال جورناليزم. والصحافة المحدودة بنعني بيها الصحافة المرتبطة بحدود جغرافية معينة لا تتعداها، أو خلينا نقول المرتبطة بأقاليم بعينها لا تتجاوزها، وهي بهذا الشكل بتختلف عن الصحافة العالمية اللي بتتخطى الحدود وبتنتشر. وإذا كان للصحافة تأثير عالمي، فما هي مسؤولياتها العالمية؟ هل يجب على أخلاقيات الإعلام إعادة صياغة أهدافها ومعاييرها علشان توجه لأنها تصبح مناسبة للتطبيق على مستوى عالمي، وتكون على قدر من يعني التعامل مع العالمية أو القدرة على التعامل مع العالمية في الوصول والتأثير؟ وفي حال تم هذا الأمر، يا ترى هذه القواعد والمعايير هيكون إيه شكلها وهتكون إيه طبيعتها؟ يبقى إحنا ببساطة نقدر نلخص التحدي اللي بيواجه أخلاقيات وسائل الإعلام بالسؤال التالي: إلى أين الأخلاق في عالم الصحافة العالمية متعددة الوساط، أو يعني إلى أين ستصل الأخلاقيات في عالم الصحافة العالمية متعددة الوسائط؟ Whether ethics in a world of multimedia global journalism. ويعني هو سؤال بيشير ببساطة إلى عدم استشعار المجتمع بوجود ضوابط أخلاقية حقيقية تنظم الأداء الأخلاقي في عالم الصحافة العالمية، لأن المفترض إن أخلاقيات الإعلام تقوم بأكثر من مجرد الإشارة إلى النقاشات والتوترات بين الصحافة العالمية والصحافة المحدودة، أو بين الصحافة التقليدية والصحافة الإلكترونية. لا، هي لازم تتجسد بصورة فعلية أمام المستخدم أو أمام المتعاملين معاها، وتظهر من خلال هذا الأداء وليس في مجرد توترات ونقاشات لا جدوى منها. يمكن من الناحية النظرية، من الواجب أن يتم تفكيك التعارضات والاختلافات بين القيم الصحفية على المستويين، أو زي ما بنقول كده يعني untangle the conflicts between values، ويجب أن يتم اتخاذ قرار حاسم لتحديد أي المبادئ الأخلاقية يجب الحفاظ عليها أو إضافتها من الناحية العملية. ويجب أن يتم توفير معايير جديدة لتوجيه الصحافة الإلكترونية وكذلك الصحافة التقليدية. What would an integrated ethics look like؟ وهنا علينا إننا نتساءل: في حال وصلنا لهذا الاتفاق وقدرنا نعرف أو نتفق على الإيثيكال فاليوز المناسبة والمتلائمة مع جميع هذه المستويات، يجب إن إحنا نتساءل كيف ستبدو الأخلاقيات المتكاملة اللي هي ناتجة عن التكامل بين المستويات اللي احنا سبق وذكرناها. المتوقع ان تكون اخلاقيات غرفة التحرير المتكاملة او الـ Integrated Newsroom بتمارس الصحافة اللي بنسميها الصحافة الطبقية او ما يسمى بالـ Layered Journalism. والصحافة الطبقية دي مصطلح ظهر علشان يتم التعبير بيه عن نمط الصحافة اللي من المتوقع انه يظهر نتيجة للاندماج كل اشكال الصحافة اللي نعرفها، التقليدية والالكترونية العالمية والمحدودة وهكذا. من المتوقع اذن ان الصحافة الطبقية هذه او اللير جورناليزم تجمع الصحافة متعددة الطبقات بين أشكال مختلفة من الصحافة وأنواع مختلفة من الصحفيين لإنتاج محتوى متعدد الوسائط للأخبار والتحليلات اللي بتعتمد على أسلوب احترافي، إلى جانب صحافة المواطن والدردشة التفاعلية.
يعني نقدر نقول layered journalism brings together different forms of journalism and different types of journalists to produce a multimedia offering of professional styled news and analysis combined with citizen journalism and interactive chat. من المتوقع في هذا الوضع أن يتم وضع غرفة التحرير على شكل طبقات عمودية وأفقية. The newsroom will be layered vertically and horizontally. عموديا أو vertically هيكون عندنا عدة طبقات لعملية التحرير، يعني هيكون عندنا مواطنين صحفيين أو اللي هم citizen journalists ومدونين أو bloggers في موجودين في غرفة الأخبار، أو على الأقل على علاقة وثيقة بغرفة الأخبار وإن لم يتواجدوا فيها. مش بس كده، كمان من المتوقع في هذا الوضع أن يتم تلقي مساهمات ومشاركات من مواطنين، يعني من عديد من المساهمين في مختلف دول العالم، وبعضهم هيشارك في هذا العمل بشكل مجاني، بمعنى أن بيئة العمل الصحفي هتضم الاحترافيين والهواة على حد سواء، ولكن هيتم ترتيبهم بشكل عمودي من الأعلى إلى الأقل من الناحية الاحترافية والمهارة الإعلامية. أيضاً لذلك هيكون عندنا أنواع مختلفة من المحررين، هيعمل بعضهم مع الصحفيين الجدد المنتمين حديثاً لغرفة التحرير الجديدة، وفي المقابل هيكون في فرق أخرى من المحررين دورهم إنهم يتعاملوا مع الصور والنصوص الغير مرغوب فيها اللي بيرسلها المواطنين من خلال الإيميلز أو مواقع الإنترنت وغيرها. وكمان من المتوقع يكون في مجموعة من المحررين أو اللي بنسميهم community producers، دورهم إنهم يعني يخرجوا إلى المجتمع علشان يساعدوا المواطنين على استخدام وسائل الإعلام لإنتاج القصص الخاصة بيهم. أما على المستوى الأفقي أو horizontally، من المتوقع أن يتم تقسيم غرفة الأخبار المستقبلية إلى طبقات من حيث أنواع الصحافة اللي بتنتجها، من أقسام الصحافة المطبوعة والمذاعة إلى مراكز الإنتاج عبر الإنترنت، from print and broadcast sections to online production centers. ويمكن قبل كده كانت غرفة الأخبار ليها طبقات رأسية وأفقية أيضا، يعني كانت يعني vertical وhorizontal، يعني كان من الناحية العمودية كان بيمر العمل من رئيس التحرير إلى المرسل الصغير أو اللي هو بنسميه الريبورتر، وأفقيا كان مراحل العمل نفسها ومحتوياته بتوزع بين أقسام وتخصصات مختلفة من كتابة وتحرير وإخراج وغيرها. ولكن مع ذلك علينا أننا ننتبه أن layered journalism أو الصحافة متعددة الطبقات دي هتواجه نوعين من المشاكل. أولاً هتكون في أسئلة أخلاقية عمودية حول كيفية تفاعل الطبقات المختلفة في غرفة الأخبار من المحررين المحترفين إلى المواطنين المستقلين علشان يتم إنتاج صحافة مسؤولة. يعني على سبيل المثال هنتساءل يعني إيه المعايير اللي سيقيم بناء عليها المحررين والصحفيين، وسيتم من خلالها أيضا تقييم مساهمات الصحفيين المواطنين. والسؤال الثاني هيكون أو الأسئلة الأفقية هتكون حوالين المعايير اللي بتتبعها أقسام غرف التحرير المختلفة. هننتقل لموضوع جديد وهو الـ difficult questions for digital media ethics أو أسئلة صعبة في مجال أخلاقيات الإعلام الرقمي. ويمكن إحنا في إطار هذا الموضوع هنحاول نفهم إيه أصعب التحديات الأخلاقية اللي ممكن تواجه بيئة الـ digital media، وإيه المستجدات اللي غيرت من بيئة العمل الصحفي واللي كانت سبب في ظهور ethical challenges أو تحديات أخلاقية جديدة في هذا المجال لم تكن موجودة من قبل.
في عندنا مفهوم ظهر مؤخرا مع دخول النيو ميديا لعالم الصحافة، هو مفهوم بنسميه democratization of media أو ديمقراطية الإعلام، وإحنا بنعني بهذا المصطلح دخول الديمقراطية للإعلام وإتاحة الفرصة للجماهير إنهم يشاركوا في إنتاج المحتوى الإعلامي. وبيتم استخدام المصطلح ده للتأكيد على إن ديمقراطية الإعلام ووجود التكنولوجيا اللي بتسمح للمواطنين بالمشاركة في الصحافة والنشر بمختلف أنواعها بيؤدي في النهاية إلى طمس هوية الصحفيين، وكذلك طمس القواعد الأساسية اللي بتشكل الصحافة. بنقول blurs the identity of journalists and the idea of what consists journalism، وده بيخلينا يعني نسأل نفسنا مين هو الصحفي، who is a journalist. في القرن الماضي كان الصحفيين ظاهرين ومعروفين ومحددين للجماهير بشكل واضح، وفي الغالب كانوا محترفين بيكتبوا في الصحف أو بيظهروا من خلال وسائل الإعلام التقليدية الأخرى. وبشكل عام the public had no great difficulty in identifying members of the press، يعني إن الجمهور كان عارف بشكل محدد وواضح مين هم المشتغلين في المجال الصحفي. لكن اليوم تغير الوضع وأصبح المواطن يعني اللي هو تلقى القليل من التدريب أو لم يتلقى أي تدريب صحفي، واللي يعني ممكن يؤهله للعمل في وسائل الإعلام الرقمية أصبح بيعمل في هذا المجال، ومش بس كده يعني بيطلق على نفسه اسم الصحفي، يعني calls themselves journalists أو أصبحوا بيطلقوا على أنفسهم مسمى الصحفيين باعتبارهم بيعملوا في هذا المجال أو بيكتبوا بطرق تندرج تحت الوصف العام للصحفيين على إن هم يعني أشخاص بيكتبوا بانتظام في القضايا العامة للجمهور. ده سبب ارتباك وخلانا مش عارفين نحدد بالظبط Who is a journalist؟ مين الصحفي؟ مين اللي احنا نقدر نطلق عليه مسمى الصحفي ونقدر نقول ان هو بالفعل بيمتهن مهنة الصحافة؟ الصحفيين المواطنين او citizen journalists هم الاشخاص اللي كانوا معروفين قبل كده باسم الجمهور، the people formerly known as the audience، اللي كانوا فيما سبق هم الجمهور المتلقي للرسائل الاعلامية لما كان الاعلام بيعمل في اتجاه واحد، يعني هم النمط اللي ظهر مؤخرا واللي كانوا قبل كده بيتم التعامل معاهم باعتبارهم المتلقين المستقبلين للرسالة الإعلامية، هم نهاية الخط بتاع عملية الإنتاج الإعلامي لما كان الإعلام بيشتغل في اتجاه واحد، بمعنى إنه لما كان عملية الإرسال بتتم من المرسل إلى المستقبل فقط والمتلقي دوره ضعيف جدا في أن يقوم بإرسال الرسائل، يعني هم نمط من المرسلين اللي انتموا مؤخرا للساحة الإعلامية وكان ليهم دور يعني جيد في بعض المواقف وكان ليهم السبق في تغطية بعض الأحداث، لكن وجودهم أيضا كان سبب في ظهور بعض المشكلات المهنية والأخلاقية في المجال الإعلامي. منصات السوشيال ميديا زي البلوجز واليوتيوب وتويتر بتشجع وبتسهل التفاعل مع المواطنين الآخرين اللي بيشاركوا في إنشاء المحتوى من خلال التعليق أو الإعجاب أو المشاركة، بمعنى إن مش كل المشاركة بتتمثل في إنتاج المحتوى، وإنما في نوع من المشاركة بتتمثل في إعادة تقديم المحتوى من خلال منصات السوشيال ميديا. وغالبية المحتوى، وناخد بالنا إننا بنقول غالبية، اللي بينتجه المدونين الإخباريين الهواة هو مش محتوى أصلي، لكن هي معلومات منتجة من قبل وتم تحريرها وإعادة صياغتها وتقديمها بواسطة هؤلاء المدونين. قف عند سؤال آخر وهو What is journalism؟ أو ما هي الصحافة؟ وطبعا المقصود
نعرف المفهوم بعد دخول مستجدات العصر الجديد. عدم الوضوح في تحديد مفهوم مين هو الصحفي أدى إلى خلافات مفاهيمية حول مفهوم ما هي الصحافة، وبيعتقد الكثير من الناس إن سؤال ما هي الصحافة أو what is journalism أو سؤال is he or she doing journalism أو هل هو أو هي بيعمل في المجال الصحفي، يعني بيعتقد البعض إن ده سؤال أهم بكثير من التساؤل حول ما إذا كان بإمكان أي شخص تسمية نفسه صحفي من عدمه. في هذا السياق في عندنا 3 approaches أو 3 مناهج من الممكن أن يتم استخدامها للإجابة عن هذا السؤال، والمناهج دي بتتمثل في منهج اسمه المنهج المتشكك أو skeptical، وفي منهج اسمه الامبيريكال أو المنهج التجريبي، أو في منهج ثالث هو منهج النورماتيف أو المنهج المعياري. طبقا للمنهج المتشكك أو اللي هو skeptical، هنجد إن يعني الشخص المتبع لهذا المنهج بيرى إن التساؤل حول ما هي الصحافة أو what is journalism تساؤل لا يستحق التفكير، أو يعني بيتعامل معاه بشكل في عدم اكتراث، لأنه يعني بيبقى شايف إن هذا المفهوم واضح ومحدد ومش محتاج إن إحنا نتساءل أو نقف عنده. هو يعني بيصل مرحلة يعني تفكيره وتشككه لأمور أبعد من هذا الأمر، فلا يتوقف عند هذا السؤال وبيعتبره أو بيتم التعامل معاه باعتباره يعني أو يعني غير مهم، وبيتم التساهل في الإجابة عنه أو عدم الاكتراث في الإجابة عن هذا التساؤل. المنهج الثاني اللي هو الإمبيريكال بيعتمد على فكرة التجريب، ويعني الحكم بناء على يعني تجربة أو اتخاذ القرار بناء على تجربة، وهو بيعتبر منهج أكثر منهجية وحذرا في التعامل مع هذه المسألة. ويعني ممكن إن احنا ننظر إلى أمثلة واضحة للصحافة من خلال يعني تاريخها، ونلاحظ أنواع الأنشطة اللي شارك فيها الصحفيين، على سبيل المثال جمع المعلومات وتحرير القصص، نشر الأخبار والآراء. بنستخدم هذه الأنشطة علشان نقدر نقدم تعريف للصحافة يفصلها عن كتابة الرواية مثلا أو رواية القصص أو تحرير المعلومات لجهات حكومية على سبيل المثال. يعني نحن هنستخدم الملامح اللي احنا عارفينها عن مفهوم الصحافة بناء على التجربة، ونقدر من خلالها نحدد مفهوم ايه هي الصحافة. يبقى use these features to provide a definition of journalism that separates it from novel writing or storytelling or editing information for a government database. أما المنهج المعياري أو اللي بنسميه normative بيعتمد على توافر معايير معينة علشان يتم التعامل مع المادة المقدمة وتصنيفها باعتبارها عمل صحفي، بمعنى إن هذا المنهج بيصر على إنه لا ينبغي تسمية الكتاب بالصحفيين إلا إذا كان عندهم مهارات عالية التطور وبعض المعايير الأخلاقية highly developed skills and certain ethical norms، وهذه المهارات والمعايير بيتم اكتسابها من خلال التدريب أو التعليم الرسمي، وبتشمل قدرات استقصائية أو اللي بنسميها investigative، ومهارات بحثية أو research skills، وتعامل قدرتهم على التعامل مع وسائل الإعلام وتكنولوجيا وسائل الإعلام، ومعرفتهم لكيفية عمل المؤسسات، ومهارات اتصالية عالية التطور، وكمان المعايير الأخلاقية المتعلقة مثلا بالaccuracy أو الدقة والverification أو التحقق والحقيقة أو truth وما إلى ذلك من معايير. وبالتالي المنهج المعياري بيعتمد على نظرة مثالية للصحافة، أو بنقول إن هو based on an ideal view of journalism، يعني بيتعامل مع الصحافة على إن هي توعية الجماهير
بدقة ومسؤولية، وبناء على ذلك نقدر إن احنا نعرف الصحافة من خلال النظر في أفضل الأمثلة على الصحافة وممارسات أفضل الصحفيين. ومن هنا هيكون الكاتب اللي بيتمتع بهذه المهارات والالتزامات الأخلاقية قادر على نشر صحافة جيدة، أو يعني مصنوعة بأسلوب جيد ومدروسة جيدا وكمان مسؤولة أخلاقيا. ويمكن الأشخاص اللي لا تتحقق فيهم هذه المتطلبات يعني ما يقدروش إن هم يطلقوا على أنفسهم اسم صحفيين، لكن يعني هذا من المنظور المعياري، يعني المنهج المعياري بيقول لنا إن ما ينفعش أي شخص يطلق على نفسه صحفي إن لم تتوفر فيه هذه الصفات، يعني persons who don't meet these normative requirements may call themselves journalists but they are not considered journalists from the this normative perspective. وإنما هم يعني بنعتبرهم كتاب غير مسؤولين أو من الدرجة الثانية مثلا أو غير أكفاء، بيحاولوا إن هم يكونوا صحفيين أو بيتظاهروا بإن هم صحفيين. هننتقل دلوقتي للحديث عن الإيثيكال جايدلاينز فور أونلاين جورناليزم أو الإرشادات الأخلاقية للصحافة الإلكترونية، وهي عبارة عن مجموعة من الإرشادات اللي بينصح باتباعها والالتزام بها في محاولة لضبط المستوى الأخلاقي في بيئة الصحافة الرقمية. أولاً كمبدأ عام، online journalism must respect all professional ethics and core values of journalism. يجب على الصحافة الإلكترونية إن هي تحترم جميع الأخلاقيات المهنية والقيم الأساسية بغض النظر عن طبيعة الشكل اللي بتستخدمه في التواصل مع الجمهور، وبالتالي المعلومات المنشورة من خلال الصحف الإلكترونية يجب إن هي تراعي أن تكون أولاً دقيقة وقائمة على الحقائق، وإن يتم التحقق منها ونشرها بدون إثارة، وإنها تنشر من غير ما يتم إلحاق الضرر بالآخرين أو دون قصد إلحاق الضرر بالآخرين، وإنها تكون شاملة لجميع وجهات النظر وتكون حيادية وتتمتع كذلك بالشفافية. كمان يجب على الصحفيين ووسائل الإعلام دائما احترام كرامة وسمعة وخصوصية الأفراد. They should always respect the dignity reputation and privacy of individuals. وبيكتسب هذا المبدأ أهمية خاصة لما بيتعلق بشبكة الإنترنت، لأن يعني من الممكن بسبب يعني الإنترنت يتسبب في أضرار جسيمة لمصلحة الأفراد، وده ذكرناه سابقا في العديد من المحاضرات. المبدأ الثالث بيؤكد على عدم نشر أي مواد صحفية عبر الوسائط الإلكترونية سواء كانت مكتوبة أو مسموعة أو مرئية، وتكون هذه المواد بتحرض على الكراهية أو العنف أو بتتسبب في التمييز غير المباشر على أساس الجنس أو العمر أو الحالة الاجتماعية أو اللغة أو الإعاقات الجسدية أو العقلية أو التوجه السياسي أو الجنسي أو العقيدة أو الدين. المبدأ الرابع فبيقول إنه من واجب المؤسسات الإعلامية مراقبة المنتديات المخصصة في المقام الأول للأطفال والمراهقين أو اللي هو children and young adults بنوع من العناية والاهتمام الشديد، بهدف إن يتم منع السايبر بولينج أو التنمر عبر الإنترنت، أو بهدف إن يتم منع نشر محتويات ضارة هدفها إلحاق الضرر بالآخرين. في عندنا كمان المبدأ الخامس بيؤكد إنه يجب إن يكون في تمييز واضح بين المحتوى التحريري الاحترافي أو البروفيشنال واللي هو بنسميه editorial content أو اللي هو صادر عن الهيئة التحريرية، والفورمز أو اللي هي المنتديات المخصصة للمحتوى اللي بينشأ عن طريق المستخدم أو اللي بنسميه محتوى تشاركي أو اللي هو user generated content. وفي هذا الصدد يجب على المحررين إن هم يدركوا
إنهم مسؤولين أخلاقيا وربما أيضا قانونيا عن المحتوى اللي بيتم إنشاؤه بواسطة الأطراف الثالثة أو اللي هم الناس اللي بتشارك المحتوى اللي بيتم في الآخر نشره على مواقعهم. كمان المبدأ السادس بيشير لأنه من الواجب توخي الحذر للتأكد من أن الهايبر لينكس أو الروابط التشعبية المستخدمة في المحتوى الموجود على الموقع مش بتوجه المستخدمين إلى مواقع أخرى بتحتوي على معلومات ضارة أو كاذبة، أو إنها بتوجههم لمواقع لا تحترم أخلاقيات العمل الصحفي أو اللي هي بنسميها الجورناليزم كود أوف إيثكس. لا، لازم نكون متوثقين تماما إن الهايبر لينكس هتودي إلى مواقع يعني صادقة وحقيقية ومعلومات اللي فيها غير ضارة وغير كاذبة. في عندنا كمان مجموعة من المبادئ اللي بتخص المحتوى اللي بينتجه المستخدمين. في مبدأ بيقول إنه من واجب المحررين والقائمين على مواقع الصحف الإلكترونية مراقبة مواقعهم الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا الخاصة بهم واتخاذ التدابير الكافية علشان يمنعوا أو يوقفوا نشر المحتوى غير القانوني أو المحتوى اللي بينتهك كرامة الإنسان وخصوصيته أو اللي بيشكل يعني بخطاب بيحض على الكراهية. ويعني من المفترض ان يكون في نوع من الرقابة قبل النشر. المبدأ الثامن بيقول لنا في نفس السياق انه يجب على القائمين على مواقع الصحف الإلكترونية انهم يعتمدوا سياسة دقيقة وواضحة لتنظيم مشاركات المستخدمين من خلالهم سواء بالنشر او التعليق، ويجب ان تحدد هذه السياسة بشكل واضح وتكون معلنة للمستخدمين اللي هيتعاملوا معاهم، وبتوضح لهم كيف يعني كيفية أو طبيعة المحتوى المسموح به وكيفية معالجة التعليقات المجهولة وإزاي يقدموا الشكاوى أو الإخطارات اللي بتتعلق بانتهاك يعني أخلاقيات معينة أو انتهاك سياسة الموقع أو القانون بشكل عام. المبدأ التاسع بيقول إنه يجب على سياسات إدارة المحتوى إنها تشير بوضوح إلى نوع المراقبة المستخدمة لتحقيق الضبط وطبيعة التقنيات المستخدمة لهذا الغرض من مرشحات وفلاتر وغيرها اللي بتستخدم لمنع نشر لغة يعني فيها نوع من الإهانة أو أي محتوى آخر غير مناسب من السهل إن يتم التعرف عليه. والمبدأ العاشر بيقول لنا إنه يجب على القائمين على مواقع الصحف الإلكترونية إتاحة آلية بسيطة للمستخدمين علشان يبقوا من خلالها يقدروا يعملوا إبلاغ في حالة ملاحظتهم وجود محتوى أو تعليق أو مادة صحفية غير قانونية أو بتنتهك سياسات الموقع الإلكتروني الصحفي. أما المبدأ الحادي عشر فبيؤكد يعني إن الإرشادات السابقة صالحة أيضا للتطبيق على الصفحات الإخبارية على وسائل السوشيال ميديا أو الصفحات المتعلقة بالمواقع الإخبارية على مواقع السوشيال ميديا. طب نتكلم عن مجموعة من المبادئ المتعلقة بإزالة المواد الضارة أو المحتويات الضارة أو المخالفة. المبدأ الثاني عشر عندنا بيشير إنه يجب على القائمين على مواقع الأونلاين جورناليزم اعتماد آليات فعالة لمراجعة الشكاوي أو reviewing public complaints أو التقارير حوالين المواد اللي ممكن تكون غير قانونية أو بتنتهك سياسات الموقع، ويجب أن المقدم الشكوى يتلقى التأكيد بأنه بيتم النظر في شكواه أو اعتراضه اللي قدمه. المبدأ الثالث عشر بيقول لنا As a rule, editors or operators should take action on complaints as soon as possible and no later than within 48 hours. أو إنه يجب على القائمين على المواقع اتخاذ الإجراءات بشأن الشكاوى في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز 48 ساعة، ومن الممكن أن يتم تمديد هذه المهلة الزمنية بشكل استثنائي
في الحالات المعقدة اللي بتحتاج إلى المراجعة من منظور أخلاقي أو قانوني. المبدأ الرابع عشر بيقول إنه يجوز للقائمين على الموقع إنهم يعطلوا أو يعني يوقفوا المحتوى المتنازع عليه أو يشيلوه مؤقتاً في الحالات اللي بتتطلب مزيد من الدراسة، وكمان يجب عليهم إنه يتصلوا بمؤلف المحتوى ويناقشوه في يعني خصوص الشكوى المستلمة، ومن الممكن إعادة المحتوى اللي تم تعطيله في حال التأكد من دقته وقانونيته. في هذا السياق أيضا يجب على القائمين على مواقع الصحف الإلكترونية إنهم يراعوا التحقق من هوية الأشخاص اللي بيقدموا النصوص المكتوبة أو المصورة للنشر على الموقع، وإنهم كمان يضعوا شرط لتقبل هذه النصوص والسماح بنشرها. في عندنا كمان مجموعة من القواعد المرتبطة باستخدام المحتوى التشاركي اللي تم الحصول عليه من السوشيال ميديا أو اللي هو مقدم من الجمهور بشكل عام. هنا بنشير إلى ضرورة اعتبار الصور الشخصية أو مقاطع الفيديو أو المواد المكتوبة المنشورة على السوشيال ميديا باعتبارها مجال عام، يعني البيرسونال فوتوغرافز والفيديوز والريتن ماتيريال اللي هم published on social media are also considered to be in the public domain. واتكلمنا قبل كده عن public domain وان يتم استخدامها من قبل وسائل الإعلام لعرضها للجمهور، وبالتالي يجب ان يعني تتخذ وسائل الإعلام في هذا الإطار انها يعني تتخذ ما يحفظ هذه الحقوق، وإن هي يعني تأخذ في اعتبارها تأثير استخدام هذه المواد والمعلومات الشخصية، خاصة فيما يتعلق بالأحداث اللي هي فيها نوع من الجدل وفيها يعني بتثير رأي عام، ويجب أن يتم مراعاة الآثار المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. المبدأ السادس عشر بيقول لنا إنه يجب فحص الصور ومقاطع الفيديو المأخوذة من السوشيال ميديا بنوع من العناية والتحقق للتأكد من صحتها. والمبدأ السابع عشر بيؤكد إن سهولة الحصول على الصور من مواقع السوشيال ميديا أو البيرسونال بيجز لا تعفي وسائل الإعلام من واجب الاهتمام بها، وضرورة الموازنة بين المصلحة العامة في نشر هذه المعلومات وحقوق البرايفسي أو حماية الأطفال أو القُصّر، ويجب ألا يؤدي نشر الصور على السوشيال ميديا إلى افتراض موافقة المصدر الأصلي لإعادة نشر هذا المحتوى من منصات أخرى أو من قبل وسائل الإعلام. يعني بمعنى إن أنا كمستخدم عادي لو نشرت محتوى على صفحتي الشخصية، مش معنى كده إن أنا موافق إني أو إن الصحيفة تفترض إني موافق إن هي تأخذ هذا المحتوى عني وتنشره أو تعيد نشره مرة أخرى. ويجب كمان إن تنتبه وسائل الإعلام دايما إلى مخاطر نشر الصور بشكل غير قانوني، وإنها تتوخى الحذر للتأكد من إنها يعني لا تقع في مثل هذه المشكلات الأخلاقية أو القانونية. كمان مبادئ ممكن تفيدنا في التعامل مع الأرشيف المتاح على الشبكة. المبدأ الثامن عشر بيقول لنا إنه يجب على وسائل الإعلام الإلكترونية الاحتفاظ إلى أقصى حد ممكن بأرشيف على الإنترنت لمحتواها. يعني online media should to the fullest extent possible maintain online archives of their published content. ليه؟ لأن الأرشيف بيساهم في الحفاظ على السجل التاريخي، بمعنى إن المؤسسة الإعلامية عليها إن هي تستفيد من هذه الميزة، وإنها تستخدم الأرشيف في إنها تحافظ على سجلها التاريخي أو تكون عندها يعني سجل بيضم كل المحتويات اللي هي قامت بنشرها، وده شيء مهم جدا. المبدأ التاسع عشر والأخير بيشير إلى إن إعادة نشر المحتوى اللي تم نشره سابقا في وسائل إعلام أخرى من غير ما نحصل على إذن من هذه الوسائل أو يعني إسناد مناسب
بيعتبر انتهاك لحقوق الطبع والنشر، وبيعتبر انتهاك لأخلاقيات الصحافة، أو اللي بنسميها يعني the principle of code of ethics. بالإضافة إلى ذلك يجب أنه يشير إلى اقتباس، يعني إن هذا اقتباس تابع لجهة أخرى بشكل واضح، ويشار إلى المصدر وإلى مؤلف المحتوى، وإن يعني كل هذه الأمور تكون خاضعة لقوانين حقوق النشر اللي إحنا كنا سبق وتكلمنا عنها في أحد المحاضرات. بكده نكون وصلنا لنهاية محاضرتنا اليوم. اتكلمنا من خلالها عن 3 main topics أو 3 موضوعات رئيسية. كان أولها موضوع بعنوان Digital Media Ethics and Overview، أو نظرة عامة على أخلاقيات الإعلام الرقمي. وفي إطار هذا الموضوع تناولنا يعني الثورة اللي حصلت في الأخلاقيات، A Revolution in Ethics، وتكلمنا كمان عن حالة التوتر اللي سببتها أو تسبب فيها الاختلاف بين الوسائل الإعلامية، وقلنا اتكلمنا عن يعني أنواع من الوسائل الإعلامية اللي أصبحت موجودة على الساحة في الوقت الحالي، زي الصحافة التقليدية والصحافة اللي بيقابلها الصحافة الإلكترونية، وقلنا الصحافة اللي هي بنسميها محدودة أو مرتبطة بإقليم معين، والصحافة العالمية، وإزاي إن الاختلافات بين هذه الأنماط خلق نوع من التوتر على مستوى الأخلاقيات، أو يعني عدم الوضوح في هذه المساحة، tensions on two levels، أو التوترات على مستويين. وكان الموضوع الثالث في هذا السياق what would an integrated ethics look like، أو كيف يعني ستبدو الأخلاقيات المتكاملة. وكنا هنا في هذا الإطار بنحاول ان احنا نتصور في حال ان احنا توصلنا الى اخلاقيات تقدر تنظم المساحات المتعددة اللي ظهرت مؤخرا، وتجمع بين اخلاقيات تنظم البيئة التقليدية، وفي نفس الوقت تتعامل مع مستجدات العصر الحديث وتنظم البيئة الرقمية. ازاي ممكن تكون شكل هذه الاخلاقيات، او ايه المطلوب منها، او يعني ايه المتصور لهذا النمط. الموضوع الثاني او المين توبيك الثاني اللي اتكلمنا عنه كان عبارة عن تساؤلات، او يعني مساحات من المفترض ان هي تثير بداخلنا اسئلة بخصوص اخلاقيات الاعلام الرقمي، ومن خلالها نقدر ان احنا نحدد مفاهيم يعني مطلوب مننا ان احنا نكون على علم دقيق بها او واضحة في اذهاننا. فاحنا في هذا الإطار اتكلمنا في موضوع بعنوان Difficult Questions for Digital Media Ethics، أو أسئلة صعبة بخصوص أخلاقيات الإعلام الرقمي. وهنا اتكلمنا عن من هو الصحفي في عصر الديجيتال ميديا، أو مين اللي ممكن نتعامل معاه باعتباره صحفي في هذا العصر، Who is a journalist. وكمان يعني حاولنا نعرف ما مفهوم الصحافة في هذا العصر، What is journalism؟ وحاولنا في هذا الإطار نفهم التغيرات اللي طرأت على عالم الصحافة مع دخول الديجيتال ميديا. ومؤخرا آخر موضوع عندنا تناولنا من خلاله الإثيكال جايدلاينز فور أونلاين جورناليزم، أو الإرشادات الأخلاقية للصحافة الإلكترونية. وكان هذا الموضوع عبارة عن مجموعة مقترحة من القواعد اللي هي من المفترض ان يعني من خلال الالتزام بها، او يعني على الاقل الالتزام بالحد الادنى منها، هي يبقى في امكاننا ان احنا ننظم البيئه الاعلاميه الرقميه من على المستوى الاخلاقي، ونقدر ان احنا نضع حدود وضوابط اخلاقيه يعني قادره على انها تنظم هذه البيئه، او تنظم هذه المساحه الجديده. يعني جميع هذه القواعد يعني من المفترض إن هي بتتعامل مع جوانب مختلفة ومستجدات مختلفة طرأت على الساحة في يعني ما يخص العمل الصحفي، سواء ما يتعلق بالمواد اللي احنا أصبحت بتفرض نفسها علينا، اللي هي منتجة من قبل المستخدمين، أو اللي بنسميهم citizen journalist، أو من خلال يعني
تواجد الصحف الإلكترونية نفسها على منصات السوشيال ميديا أو تعاملها من خلال منصات السوشيال ميديا أو حتى حصولها على المعلومات والمواد الإعلامية من خلال هذه المصادر، كيف يتم تنظيم هذه المساحات، كيف يتم التعامل معها، إيه الضوابط اللي ممكن إن إحنا نخضع هذه المواد ليها، وإيه الضوابط اللي يجب على الصحفيين والمسؤولين عن هذه المواقع الالتزام بها وفرضها على الجهات التي يتعاملون معها أو بيتعاملوا معها بشكل عام. يعني وجود مثل هذه الإرشادات أمر هام وضروري، وأتصور أني يعني من خلال عرضها على حضراتكم ممكن أنها تثير داخلكم الكثير من التساؤلات وتخرج يعني الكثير من الأفكار لديكم. ده بشكل مختصر أهم الموضوعات اللي احنا تناولناها من خلال محاضرتنا، يعني أتمنى إن هي تكون واضحة في أذهانكم. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وأتمنى أكون قدرت أوضح تفاصيل موضوع المحاضرة بصورة سهلة وبسيطة على حضراتكم، ويعني يكون مضمون هذه المحاضرة يعني مفيد لكم جميعا. دمتم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.